أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول في رجل يقول إن كلام أهل السنة في هجر المبتدعة ومنابذتهم مخصوص بمن لم يكن منهم عالما، أما المبتدع العالم فلم يتوقف أهل السنة في الأخذ عنه وتزكيته والرحلة إليه، فهل قوله صحيح؟ هذا كلام فيه غلط، فيه تخليط. أهل السنة كانوا يهجرون المبتدع ويبتعدون عنه، يبتعدون عنه ولا يتلقون العلم عنه، إنما الذي ذكر أنهم يروون الحديث عنه، الحديث حديث الرسول إذا كان مشهورا بالصدق وتحريم الكذب، مثل الخوارج، مثل وله بيدعو إلى البدعة، فهذا يروى عنه الحديث، الحديث فقط. أما أنه يجالس ويتلقى عنه العلم فلا. نعم.